طيب دي. ما لكن نفسكش تشتغل كله مذيع؟ ايه رايك؟ عايزين نخليك مذيع بس تاخد المكالمه دي بقى وتقعد تحكي ماشي تعرف الاول ما يقول الو بقى الصوت صوت عليه بقى كده وبثقه كده. النهارده المذيع بتاع الفقره كابتن حسين الشحات. قول الو. انا الو الو انا حسين الشحات. انا امام عاشور. كمل. مش هنكمل. لا مش هنكمل بتاعتنا انا وانت. لا كمل كمل. لا مش هينفع. كمل كمل. دي اسرار اوضه يا كابتن. كمل. فيك يوم ليل دلوقتي صح؟ فيك يوم ليل؟ لا لسه لسه كمان نص ساعه كده. نص ساعه قبل ما ننام. انت قلت ايه؟ كيام ليل. كيام ليل. كام ايه؟ كيام ليل. صلاه كيام ليل. اه انت بتجرجره معاك في كيام ليل كل حاجه وفي الفجر. والله يا كابتن والله والله الحمد لله يعني. كابتن امام عاشور احسن لعيب في مصر هذا الموسم. مساء الفل يا امه. ازيك يا كابتن اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله بخير والله يا كابتن. مبروك حضرتك ايه؟ الله يبارك فيك يا كابتن. هو دلوقتي حسين الشحات زميلك في الاوضه؟ اه. مين اللي مجنن التاني؟ لا والله ما في حق. اساله يا كابتن. لا لا والله خالص اوضه هاديه والله يا كابتن. امام هادي؟ اوضه هاديه والله يا كابتن. امام هادي؟ امام هادي والله. تتكلم جد والله؟ لا يا كابتن والله. بص يا كابتن بص انا هقول لك يا كابتن اللي بيحصل في الاوضه بالظبط. قول لي. اه اللي بيحصل في الاوضه يا كابتن انا وهم بندخل الاوضه. انا بكلم مراتي وعيالي وافضل اكلم ابني تيم واحمد وقاسم. حلو. هو بيكلم مراته ويفضل يكلم بنته. لا والله ده ايه الاوضه التعبانه دي؟ احنا ما بنصدق ان احنا نخرج شويه. والله احنا بنفضل كده يا كابتن والله. نفضل بقى نتريق على بعض. هي بنته بقى حبيبتي بابا. بابا فين؟ بابا احفين بابا فين؟ ويفضل هو يعيب عليا على اللي بيقوله له. بس بنته بتتكلم؟ بنته لسه لا ما بتتكلمش. بس هو بيفضل بس بيتوهم الناس تتكلم.